ايوه بابا، انت فين يا ندى؟ انا اسفه، التليفون قطع مني شحنه وانا بوصل عطيه المستشفى مع دكتور احمد، وكنت ناسي تشارجر هنا. رجعت الفيلا تاني؟ اه لسه حالا. انا عايزك تخلعي من عندك دلوقتي، ليه؟ هو حصل حاجه؟ مش وقت، بس املي قبل ما تخرجي وخليني معاكي على الخط. السلك مش هيوصل، استنى بس خليك معايا. طب امني وتعالي قوليلي. بابلو، في رجاله جايين. اوعي يقطعوا عليك يا ندى، وكأني في حته لحد ما جيلي. لا تيجي فين؟ ما تجيش، انا هتصرف ولما اخرج من هنا هكلمك. بقول لك كأني وانا جاي، عبوده لو قفشك مش هيحلك ولا هتشوف ابوكي تاني. يا بابلو بقول لك ما تقلقش بقى، يلا باي. اسمعي اللي بقى يا ندى، يا ندى شيلوا البيت ده بسرعة، أنا عايز هو اللي معاه. أيوة مازن، علاء عملها بابا وبعت رجاله عشان تقتلني. انت فين دلوقتي؟ انا في العربيه. في حد منهم وراكي؟ لا مفيش. طب كويس، هنعمل ايه دلوقتي بقى يا بابا؟ ودي عايزه كلام، اما بعدك تعالى على طول. لا ينفعش يا بابا. ليه يا بابلو؟ بيت خاله امان، وانت عارف ان هو عمره ما هيتخلى عني. خالك ده اول واحد هيدوره عنده، مش بعيد وجودنا عنده يأذيه هو شخصيا. ايوه بس يا ابني اسمع الكلام، ما تتعبنيش معاك. اسمع انت الكلام وخليك واثق فيا شويه، انت لازم تسيب البيت علشان ممكن يبعت رجاله تقتلك. ما تقلقش عليا، انا خليك في نفسك. مش عارفه افكر يا بابلو خالص. انا اما مكان اروحه دلوقتي هو شاليه السخنه، محدش يعرف طريق هناك. ايه اللي انت بتقوله؟ احسن مكان نروحه دلوقتي هو شاليه السخنه.